هي تعليم تنويه بالمجهود المبذول من اجل ان يكون هذا المهرجان. واعلم شخصيا بالنظر لتجربتي في تنظيم المهرجانات وفي رئاستها ان الامر ليس بالهين، ولذلك هذا المجهود يتعين ان يدعم اكثر لضمان استمراريه الحدث السينمائي. ارض المغرب هي ارض تحتضن المهرجانات السينمائيه، وان يكون من ضمن ذلك ومن انجحها مهرجان الدخله، اعتقد ان ذلك يحسب لهذه المدينه، لساكنتها، لمنظمي المهرجان، ويسهم في رفع اكثر من شان هذه المدينه، ولكن كذلك من شان السينما المغربيه في تعاملها مع السينما الدوليه. مازال شفنا واحد الفيلم تبعنا على القضية الوطنية، يعني أشياء يعني نظرتكم وملاحظتكم حول هذا الفيلم، هذه النسخة النادرة اللي حقيقة أخذت واحد الإشعاع كبير سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. الفيلم الذي شاهدناه اليوم فيلم قوي بكل المعاني، ليس قوي لأنه يدخل في خانة الدعاية أو أنه يدخل في غانة الانحياز للطرح المغربي في قضية الصحراء، هو قوي بموضوعيته، بعمقه، بطريقة تناول هذه القضية في مسارها التاريخي، لكن في طابعها في طبعه وتجلياته وتجليات هذه القضية الإنسانية، المعاناة، ما تعيشه الساكنة المعنية، الأسر المعنية المجزأة منذ عقود مضت، والأمر يتعزز بتلك القيمة التاريخية التي تجعل أن شاهد من أهلها، أي أنه أصحاب هذه القضية، كل من عاشها، ربما من ذهب في اتجاه معين ليعود منه بعد ذلك لوحده وليصحح المسار، كل ذلك يعطي حقيقة، يسلط الضوء بشكل مميز. لم نشهد في التاريخ المغربي المعاصر عمل يصل إلى هذا المستوى من الاحترافية، وأعتقد أنه يتعين أن نرفع أكثر من شأن هذا العمل وأن يروج له أكثر فأكثر، بالنظر لقيمته السينمائية، لكن كذلك بالنظر لقيمته التاريخية والإنسانية.